ابتكرت ثلاث طالبات بحرينيات جهازا يترجم لغة فئة الصم والبكم إلى حروف وكلمات عبر شاشة إلكترونية كمشروع لتخرجهم. جهود متواصلة لأكثر من شهرين أثمرت عن هذا الاختراع المبتكر الذي تطلعنا عليه الزميل أمان الخليفات في سياق التقرير التالي. حكاية إبداع جديدة تحكيها أنامل شباب البحرين الذهبية على شكل اختراع مبتكر لخدمة فئة الصم والبكم، مشروع جامعي أراد مخترعوه تحقيق هدف إنساني منه قبل تحقيق درجة النجاح. كطلبة هندسة كمبيوتر المفروض يطلبون منا مشروع تخرج عشان نقدر نتخرج، فاحنا استوحينا الفكرة ان احنا نبي نساعد فئة من الناس وفي نفس الوقت يكون مشروع تخرجنا. ففكرة المشروع عبارة عن قفاز ياخذ لغة الإشارة ويحولها حق حروف، فتسهل عملية التواصل بين اللي ما يعرفون يتكلمون ولا يسمعون مع الناس الطبيعية، فهم يسوون بلغة الإشارة واي احد ممكن انه يتواصل معهم. العزيمة والإصرار والتحدي ثلاثة عناصر كفيلة بأن تجعل هذا الابتكار الجديد يأخذ صيغة العالمية يوما ما، وهو هدف يطمح إليه من يريد الوصول إلى العلا ولا يتوقف عن البذل والعطاء في سبيل النجاح. طبعا من المشروع ما بيوقف لهاي الحد، من الاشياء اللي احنا نبي نطورها ان نضيف جلوف ثاني، لان الحين الجلوف الواحد هو يعني للحروف والكلمات الكلمات البسيطه، ولغه الاشاره هي عباره عن اليدين مع بعض، فعشان نطور من هاي الشيء نبي نسوي كفين ويكونون متصلين مع بعض بحيث انه نقدر نتواصل عن طريق الكلمات والجمل ومع صوت، ويكون يطلع الصوت مع الجمل والكلمات. ساعات طويلة من العمل المتواصل أثمرت عن اختراع هذا القفاز المبتكر ليجعل القائمين عليه مثالاً للطالب المجتهد وللشباب البحريني الطموح والمبتكر. احنا في جامعة البحرين طبعاً تعلمنا عن أشياء وايد علمونا، بس كان في أشياء ضرورية نتعلمها بروحنا علشان نسوي المشروع. فطبعا بمساعدة الدكتور رياض الحكيم في جامعة البحرين قسم هندسة الكمبيوتر قدرنا ان هو بدعمه معانا ومساعدته لنا في كل شيء قدرنا ان نسوي المشروع. طبعا خذ منا تقريبا فصل كامل، يعني شهرين وثلاث اشهر. هي روح التحدي التي اعتاد عليها الشباب البحريني لإثبات نفسه في شتى المجالات وخصوصا في عالم الاختراعات، ليرفع بذلك اسم البحرين في المجالات كافة. عندما يؤمن الإنسان بذاته فلا شيء سيثنيه عن تحقيق أهدافه وطموحاته. مشروع مبتكر لفئة أرادت أن تثبت للجميع بأن الكلام ليس الوسيلة الوحيدة للتواصل والتعبير عن الذات. أمان الخليفات لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.